نروح بقى لمنتخبنا الأولمبي، هتجرى غدا الأربعاء قرعة أولمبياد باريس بمشاركة المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، والمقرر إقامتها الصيف المقبل بمشاركة 16 منتخب. وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أولمبياد باريس 2024 منتخب مصر في التصنيف الثالث قبل سحب القرعة، رفقة طبعا منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية ومالي وصاحب المركز الثالث ببطولة كأس آسيا. وأكدت اللجنة المنظمة عبر موقعها الرسمي أن قرعة منافسات كرة القدم ستقام الأربعاء الموافق 20 مارس الجاري في العاصمة باريس بحضور تيري هنري نجم برشلونة السابق والمدير الفني للمنتخب الأولمبي الفرنسي في الأولمبياد القادم. وتشهد طبعا منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس مشاركة المنتخب الأولمبي المصري وصيف بطولة أفريقيا تحت 23 عام، والذي هيشارك للمرة الثانية على التوالي بعد ظهوره في النسخة الماضية بالعاصمة اليابانية طوكيو. وجاءت طبعا تصنيف المنتخبات المشاركة كالتالي: التصنيف الأول فرنسا بطل ووصيف كأس آسيا تحت 23 عام والأرجنتين، التصنيف الثاني إسبانيا نيوزيلندا باراغواي والمغرب، التصنيف الثالث أمريكا مصر، ثالث كأس آسيا تحت 23 عام ومالي، والتصنيف الرابع الدومينيكان وأوكرانيا الفائز من مواجهة غينيا، ورابع كأس آسيا تحت 23 عام. مصر تواصل سيطرتها على دورة الألعاب الإفريقية بغانا. واصل طبعا أبطال مصر في التايكوندو تألقهم بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في الوقت الحالي بمدينة أكرا في غانا، وتستمر حتى 23 من شهر مارس الجاري. وتمكنت البعثة المصرية للتايكوندو من رفع رصيدهم من الميداليات إلى 8 ميداليات بواقع ذهبيتين وأربع فضيات بالإضافة إلى برونزيتين. وحقق مصطفى عمرو لاعب منتخب مصر الألعاب القوة الميدالية الفضية بمنافسات رمي الجلة، وتمكن مصطفى من تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية، وذلك عقب تحقيقه 72 متر ليحتل المركز الثاني خلف بطل نيجيريا صاحب المركز الأول والميدالية الذهبية. كمان حقق محمد مجدي لاعب منتخب مصر الألعاب القوة الميدالية البرونزية بمنافسات رمي الجلة، وتمكن مجدي من تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية، وذلك عقب تحقيقه 29 متر ليحتل المركز الثالث خلف بطل نيجيريا صاحب المركز الأول والميدالية الذهبية والبطل المصري مصطفى عمرو صاحب الفضية. وكمان بقى بدأ المنتخب الوطني للسيدات كرة السلة مشواره بدورة الألعاب الإفريقية 3-3 بفوزين كبيرين على غانا وكوت ديفوار، وفاز منتخب مصر للسيدات على نظيره الغاني بنتيجة 21-4، فيما فاز على نظيره الإيفواري بنتيجة 21-10. قائمة المنتخب الوطني للسيدات كرة السلة 3-3 بتضم كل من حبيبة حاتم، فريدة مسعد، يارا أسامة، ملك هشام، فيما يقود الفريق فنيا عمرو عاصم. طيب خبر كويس، يعني كل أخبارك حلوة النهاردة.